السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ممنوع الحليب ومشتقات الحليب، هذه رقم 2 ويسين الحليب ومشتقات الحليب، لان كاسين الحليب، كاسين البقرة، حليب الابل ممكن تشربوه، حليب الابل ما فيه مشكل، حليب الماعز ما فيه مشكل، لكن كاسين البقر الان هذا هو الكازين، هذا البروتين، هذا اصبح الان مشكل. اللي عندهم بسورياسيس مثلا يقطع الحليب ومشتقات الحليب يتوقف بسورياسيس، ممكن يجربوا الناس، ممكن يجربوا. احنا كنقولوا تبع الكذاب تلبى بالدار، ولكن استا مازال تستشلحيت نسوس تيقول لك ان تبع ذكر ارتاكوست، يعني تبع الحبل تلوتد فقط. هذه فهاد يعني هاد الطريقة، هذه أنا قلت هي سهلة، الناس يقولون فقط الأغذية، نعم لكن صعبة، لا تقدر. لماذا؟ لأن بعد شهر وشهرين وثلاثة وأربعة وخمسة ربما يعني تكون مسافر وتأكل شيء، أو يكون عند صديقك وتأكل الحلويات، وربما حليب أو جبن أو لحم أو كذا. حذاري ثم حذاري، اللحوم ممنوعة على الأمراض المناعية الذاتية، لأن فيها بروتينات حيوانية، والبروتينات الحيوانية تساعد النظام المناعي لينتج الأوتو أنتيباديز. هذا علم. ممنوع المواد الحيوانية، مسموح بسمك، سمك مطبوخ أو شربة، مسموح بالبقوليات ما في مشكل، نشويات ما في مشكل، الخضر جميعها، الحشائش، فواكه كلها جميلة جيدة، زيت زيتون، لوز، جوز، تمر، يعني الفواكه جافة جيدة، يعني هناك أشياء كثيرة، هناك ما يؤكل، يعني الرز، الذين لا يقدرون على القمح هناك الرز، والذين لا يقدرون على الفاصوليا هناك العدس، هناك الحمص، هناك، لأن الله نوع في الكون هكذا. كل ما يطبخ في المنزل جيد، فقط بدون منتوجات الحيوان، اللحوم والحليب حتى البيض. ثم هذه رقم 2. رقم 3، الأمراض المناعية الذاتية كذلك العاملان، المهم أنا دائما يعني أركز عليه، هي 3 عوامل وليس عاملان. العوامل الخارجية الناس كينساوها، لا بد منها، الرياضة، بعض الحالات من تصلب الويحي الملتيبل سكليروزيس لا يقدرون على الوقوف لا بأس، لكن ترويض، عوض الرياضة، ترويض جيد، هذا الرياضة المشي وال يعني الحركات، والرياضة والصيام كذلك والحجامة، هذه 3 عوامل لا بد منها، الرياضة والصيام والحجامة، ثم النظام الطبيعي والابتعاد عن هذه المصنعات والمعلبات، وممنوع الأكل خارج البيوت. ثم لابد من المكملات، الأعشاب لا تنفع كثير، الأعشاب تنفع في جميع الأمراض لكن هذه أمراض حديثة، الأعشاب لا تنفع فيها كثير، هذه أمراض تتعلق بالنظام المناعي، الأعشاب لا تنفع كثير مع النظام، مع المناعة، هذه مع الأمراض المناعية الذاتية، الأعشاب دائما تنفع لكن لا تنفع كثير، ربما تنفع 5 و6 و10% لكن لا تنفع كثير. البذرات، أظن البذرات تنفع شيئا ما، لكن الأعشاب لا تنفع كثير. الشيء الوحيد الذي ينفع، ليس كالسرطان، ليس مثل السرطان، السرطان الأعشاب تنفع، الشيء الوحيد الذي ينفع في الأمراض المناعية الذاتية، وإياكم أن يكذب عليكم شخص ويقول لكم عشبة أو خلطة أو وصفة وأنا جربت كذا وأنا فعلت كذا، إياكم أن يكذب عليكم أي شخص. إذا كانت العلوم نحن أصحابها، نحن عليم، كل أشياء مغطقة ولا يمكن أن نتكلم معكم إلا بالعلم، ولما نتأكد مما نقول، لأننا نعلم أن هناك من يتربص بمعلوماتنا ويبحث عن الخطأ في معلوماتنا، نحن نعلم ذلك، العالم كله يتربص بنا الآن، وليس هذا يعني هذا الكهنوت في المغرب فقط، الكهنوت في العالم الآن أصبحت حرب حرب العالمية الثالثة على فيد، كانت حتى في أمريكا وأوروبا الآن ينشط ضد الدكتور فايد، فايد كافر، فايد ملحد، فايد كافر، فايد ملحد، سيبقوا يرددون هذه حتى يفقدوا عقولهم، هذه تسطوا، فايد ليس كافر، فايد ليس ملحد، فايد يؤمن بالله ويؤمن برسوله ويحفظ القرآن، إيوا كفى، كفى من الكذب على الناس، وكفى من التضليل، كفى، رائحتكم عطات، ريحتكم عطات، كفى. يعني إياكم أن يقول شخص عنده خلطة أو وصفة أو شيء ينفع في الأمراض المناعية الذاتية، لا، الرياضة، الصيام جيد، لم يقدر شيء صوم، يجوع، الجوع جيد للأمراض المناعية الذاتية، الجوع جيد، يعني هذا الحركة، الصيام، الحجامة، هذه 3 عوامل، ثم النظام الطبيعي والامتناع عن المصنعات، أظن أن المعلومات واضحة، يعني هذه، ثم المكملات،
هي التي تنفع مع الأمراض المناعية ذاتها، شيء عجيب. وليس المكملات كلها، إنما اثنين فقط. أنا أعزز باثنين، لكن اثنين ضروري لا بد، وإلا ليس هناك حل للأمراض المناعية الذاتية، لا يوجد. وهي البروبوليس العكبر وغذاء الملكات، الاثنين مع بعض. هذ الاثنين هذو ينفعوا جيد في الأمراض المناعية الذاتية. علي الناس سيرون أن الميلتيبل سكلروزيس التصلب اللويحي اللي خالع الأطباء، التصلب اللويحي كيخوف الأطباء، كيخافوا منه. يعني التصلب اللويحي لا يعالج، لا يعالج التصلب اللويحي. والناس يسوقون السيارة الآن، والنساء الآن بدأت كتعجن الخبز، ويعني تعيش عيشتها طبيعية. هذو الناس اللي فهموا الأمور، ولكن نيتهم هي اللي عالجتهم. خدموا معنا النية، تاقوا بنا، نيتهم عالجتهم. سمعوا المعلومات وتناولوا البروبوليس وأكبروا وتناولوا، الآن تعالجوا. والأشخاص الذين يبحثون يمين وشمال ويتربصون بنا ولا يريدون وما راضينش، وذوك اللي قنفتوا في السماء، هذاك ما عمرو يتعالج. الأطباء اللي عندهم ملتيبل سكليروزيس، لا سيب، لا سكليروزان بلاك، الميايلين في النورونات في المخ، ليس هناك حل. وأنتم تعلمون جيدا أن يتوقف الملتيبل سكليروزيس، هذا يعني أقل شيء. يتوقف الميلتيبل سكليروزيس، يعني انا اللي نسميها كل جسم في الاخير. صاحب الميلتيبل سكليروزيس هذا التصلب اللويحي في الاخير لا يقدر حتى على البلع، يبقى يعمل كل شيء تحت منه، يديه ما يقدرش يجليه، وما حتى البلع لا يقدر على البلع. هناك حالات لا تبلع، لان في المرحله الاخيره. يعني حذاري ثم حذاري، اخركم شي واحد يكذب عليكم واخركم على العلاج. حذاري حذاري حذاري، عنده شومه. الحل الوحيد في الطبيعة هما بروبوليس والعكبر، البروبوليس وغذاء الملكات، رويال جولي بروبوليس، فقط فقط الاثنين. والذين يتناولون بروبوليس الآن ليس لديهم حساسية، لأن إذا كان شخص عنده حساسية طبعا لا يقدر على البروبوليس، يوقف البروبوليس. إذا ظهرت عندك حساسية وقف يا أخي البروبوليس، توقف. لأن حساسية ممكن تكون عند الناس لجميع المكونات في الطبيعة، كاين اللي عنده حساسيه للحليب، كاين اللي عنده العدس، كاين اللي عنده الفاصوليا، كاين اللي عنده هذا الفراوله، كاين اللي عنده البيض، كاين اللي عنده السمك، كاين اللي عنده، كل واحد عنده حساسيه لماده غذائيه. اذا كان عندك حساسيه للبروبوليس توقف فقط، يعني تبقى غذاء الملكات، تبقى اشياء اخرى ان شاء الله. والنظام الغذائي سيساعدك ب 70% ان شاء الله. فهذا الاثنين، وانا اضيف دائما حمض الاوميغا 3، لان حمض الاوميغا 3 عنده دور كبير في الدم مع خلايا الدم. والبروبايوتيك مهم جدا، لأن البروبايوتيك في القولون هو الذي سيجعل الامتصاص يكون جيد. أما يعني عكبر وبروبوليس كافين، هذ الاثنين لا بد منهم، هذو ضروريين. ولا يقول شخص بأنه هذا وكفى من كثرة الكلام. وأنا سمع الدكتور وأنا قالوا في أمريكا وفي اليابان وفي أستراليا، ليس هناك حل. نحن نتكلم معكم بعلم، نحن نقرأ جميع المنشورات ونطلع على جميع الأبحاث العلمية والميكانيزم، يعني المرض كيف هو، الخلايا كيف تنتج الأوتو أنتيباديز. لا يمكن أن تنتج أوتو أنتيباديز واحد، تنتج 5 و6 و7 و10. ولذلك الأمراض المناعية غالبا في المرحلة الأولى يبدأ واحد، لكن إذا تفاقم هذا المرض والشخص لم يغير نمط العيش يصبح 5 و6 و7، 5 و6 و7 أمراض في نفس الوقت. نعم، أنت فهم لماذا؟ لأن الميكانيزم لخلايا الدم لما تنتج هذا الأوتو أنتيباديز، فهي تنتج النوع الأول ضد واحد العضو، النوع الثاني، النوع الثالث، النوع الرابع. هذا التحليل سهل الآن لكي تعلم هل لديك أوتو أنتيبادي هذا الأمراض المناعي أو لا. تحليلة الدم يعني، وهذا ديترمينيشن يعني هذا تقييم هذه الأنتيكور، الأنتيكور هذا الأوتو أنتيباديز في الدم. والطبيب يخبرك هل لديك شك في أمراض مناعية ذاتية، مرض ما. إذا كان الأوتو أنتيباديز مرتفع، حسب نفسك بأنك عندك مرض ما لا تعرفه، ثم غير نمط العيش. وأنا أنصح الآن بعد أزمة 2019، يعني من المفروض بالنسبة لنا ورياضيا ماتيماتيك، من المفروض أن يكون العالم كله لديه أمراض مناعية ذاتية. لماذا؟ لأن السبب موجود، ولأن العالم كله أصبح يستهلك نفس الشيء، وأن أسلوب الحياة ونمط العيش أصبح نفسه في جميع البلدان. الزيوت نفسها، الحليب نفسه، إنتاج اللحوم نفسها، المسائل فاصوليا وقمح ومسائل تستورد من البلدان المنتجة هي نفسها، تقنية الإنتاج نفسها. من المفروض أن يكون العالم كله لديه أمراض مناعية ذاتية، لكن الناس لا يعلمون. ممكن تعمل تحليل في المختبر فقط،
حتى إذا وجدت هذا الأوتو أنتيباديز مرتفع، هذه المضادات مرتفعة، عندك مرض مناعي لكن غير معروف، فاقطع بعد على الأقل هذا المصنعات والمعلبات وتبع النظام الطبيعي إن شاء الله وكفى. بعد 6 أشهر ممكن تعيد تحليلها، سترى بأنها تنخفض فقط. هذا الذي يمكن لي نعمل مع الناس. الله غالب خير إن شاء الله. وهذه المعلومات يعني نحن نقول حتى من هنا 2040 ومن هنا 2050 إن شاء الله ستكون هذه المعلومات هي الأصل في العلاج، ولو بعد 90 سنة. لماذا؟ لأن العلاجات الطبيعية الآن كثير، البلدان كلها الآن تتسابق للعلاجات الطبيعية، ولكن بالبحث العلمي وبالعلم وليس هكذا بالعشوب. بلدان البحث يعني في الميدان الطبيعي، هذه اكتشاف الجزيئات العلاجية الطبيعية الآن. البحث العلمي واحد الوقت كان عزوف على هذه الأنواع من البحث، لكن الآن البحث كله يعني شهادات الدكتوراه في العالم الآن يعني نسبة كبيرة الآن هي تجرى على هذه الجزيئات البايوكيماوية التي توجد في الطبيعة والتي لها دور علاجي، الأكتيف كومباوندز هذه الموجودة في الطبيعة. هذه معلومات كافية كملخص، الذين لا يشاهدون إلا حلقة واحدة فالمعلومات الآن كافية أخيرا، ولذلك أنا أترك المعلومة المهمة إلى الأخير. التغيير الوراثي، حاولوا ما أمكن التغيير الوراثي هو من أسباب الأمراض المناعية الذاتية، لأن الكنديين كانوا لاحظوا في 90s أن لما بدأ الناس يستهلكون هذا التغيير الوراثي بدأت الأمراض المناعية الذاتية. والمنحنى يعني منحنى استهلاك هذا المواد الغذائية المغيرة وراثيا، والمنحنى صعود الأمراض المناعية الذاتية هو موازي له نفس الصعود، يعني نفس المنحنى نفس الاتجاه، البروفايل ما نسميه البروفايل. يعني هادو يعني الباحثين الكنديين، وكاين هناك يعني بعض الباحثين في كندا اللي سجلوا فيديوهات على هذه يعني طرحوا أسئلة لماذا إلى آخره، ثم في الأخير كانت الكوريليشن كانت العلاقة واضحة بين ظهور الأمراض المناعية الذاتية، بين استهلاك المواد المغيرة وراثيا وظهور الأمراض المناعية الذاتية في الأخير. أظن إلى حد هنا معلومات كافية، لكن لا يبقى الناس يبحث عن الأعشاب بالنسبة للأمراض المناعية الذاتية. ليس هناك أعشاب وليس هناك خلطات، هناك يعني نظام طبيعي. لماذا؟ لأن هي الأمراض أصلها جاءت من نمط العيش، فالعلاج يجب أن يكون في نمط العيش، فهم أو لا تفهم وفعل ما شئت، هذا هو الحل يعني، ولكم واسع النظر. نحن نعطي معلومات للناس ومعلومات نتوخى فيها الصدق وهي موثقة. Everything I'm talking about is documented. All the information, all the idea now I'm developing is documented. موثق، جميع المعلومات موثقة. ممكن تدخلوا لجوجل، ولكن ملي تدخلوا لجوجل عملوا research papers، يعني هذه المنشورات العلمية وليس المواقع التي تبيع خلطات ووصفات هذه. وإياكم أن تدخل مواقع بالعربية، يكتب أصحابها بالعربية ثم تجدون وصفة خلطة كذا، يكذبون عليكم. أمراض مناعية ذاتية ليست التهاب اللوزتين وليست زكام، هذا مرض خطير، أن الجسم يقتل نفسه بنفسه. ولذلك قلت إذا فهمتم المرض ستعالجنا، إذا لم تفهموا لن تعالجوه ولو ذهبتم إلى كوكب آخر. ولا تقولوا بأن الطب متقدم سأذهب إلى هنا أو هناك، وقال لي الطبيب وقال لي الدكتور. مع الأمراض المناعية الذاتية وقف حمار الشيخ في العقبة، هذا هو الشيء الوحيد الذي الآن يرغم الباحثين في أمريكا وأوروبا للرجوع إلى البحث العلمي في الميدان الطبيعي دائما. لماذا؟ لأن يعني شيء منطقي وعقلاني، لا يمكن يعني أن يظهر مرض هكذا بدون أسباب، لا يمكن يعني. وفي الأخير أنا بقيت كنرددها، الأخير حتى الأمريكيين فهموا الخطاب، لا يمكن يكون مرض بدون أسباب، لأن الأطباء يقولون بعض المرض السبب غير معروف. كيف السبب غير معروف والعلاج معروف؟ كيف تكتب للشخص علاج معروف تكتبه يشتريه وتقول له أن السبب غير معروف؟ إذا كتبت علاج والسبب غير معروف الشخص لن يعالج، يجب أن يعرف السبب لكي يتجنبه ثم يأخذ علاج.